أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية، والبداية بأبرز العناوين. الأعمال القتالية فسح المجال للمنظمات الإنسانية بالتحرك. المبعوث الأممي يقول إن وقف الأعمال القتالية سمح بإيصال المساعدات 9 ملايين يمني. انطلاق جلسة اللجان الثلاث المشكلة لوفدي الحكومة والميليشيا في مشاورات الكويت. استمرار الخروقات في تعز، والميليشيا تقصف بالصواريخ مواقع الجيش والمقاومة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نستهل معكم النشرة بفتح الملف الخاص بأخير تطورات المرافقة لمشاورات السلام بين الحكومة والميليشيا في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. أكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن وقف الأعمال القتالية في اليمن فتح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية، ولفت المبعوث الأممي إلى أنه تم تزويد نحو 9 ملايين شخص في اليمن بالاحتياجات الإنسانية. وقال ولد الشيخ أحمد إنه تم اليوم تشكيل لجان أمنية وسياسية وأخرى خاصة بالمعتقلين، مؤكدا أن العالم مجمع على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن. تم توزيع المشاركين على 3 فرق عمل تركز على المسار الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين. شرعت الفرق 3 في العمل اليوم بالاجتماع صباحا واستعراض آليات العمل، وهذه بداية واعدة. كذلك جدد الأطراف دعمهم للجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المعنية، وشددت الأمم المتحدة على ضرورة تقوية عمل اللجان المحلية والبدء من تعز كنموذج بهدف تأمين الإيصال للمساعدات الإنسانية. وفي الحديث عن الوضع الإنساني، تفيد تقارير الأمم المتحدة أن وقف الأعمال القتالية فسح المجال للمنظمات الإنسانية بالتحرك للقيام بواجباتها وإيصال المساعدات الإنسانية. ففي محافظة تعز مثلاً، شدد الوفد الحكومي لمشاورات الكويت تحذيره من فشل المشاورات في ظل استمرار خروقات الميليشيا. وقال عضو الوفد الحكومي عبد الله العليمي في تغريدة له على تويتر إن المشاورات على المحك نتيجة استمرار القصف. وأضاف العليمي أن النقاش في جلسة مشاورات الأمس بين الأربعاء بين وفدي الحكومة والميليشيا تناول آلية تشكيل لجنة للسجناء والمختطفين، ولجنة للانسحاب وتسليم السلاح، ولجنة لاستعادة الدولة واستئناف العملية السياسية. من جانبه طلب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي المجتمع الدولي الإيفاء بتعهداته، كما طلب المخلافي أيضا بموقف واضح من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تجاه خروقات الميليشيا. وقال المخلافي في تغريدة له على تويتر إن الوفد الحكومي قدم ورقة تفصيلية بانسحاب الميليشيا من تعز ورفع الحصار عنها وفقا لتفاهمات الجلسات وبيان المبعوث الأممي، وكان الرد عنصريا. اعتبر المخلافي أن تصاعد وتيرة القصف في محافظتي تعز والبيضاء رد من الميليشيا على رؤية الأمم المتحدة بشأن تسليم السلاح والانسحاب من المدن. وقال إن ما يجري في تعز من قصف للمدنيين سيكون له عواقب وخيمة على مسار السلام ما لم يلتزم المجتمع الدولي بتعهداته. بدأت اللجان الثلاث المشكلة في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت اجتماعاتها الثنائية، وقالت المصادر إن اللجنة الأولى ستبحث ما يتعلق بالسجناء السياسيين والأسرى، والثانية أمنية وعسكرية، والثالثة سياسية تتطرق مهامها إلى القضايا المتعلقة بإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي. وفي السياق ذاته، أعلن وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع عن أسماء ممثليهم في اللجان الثلاث السياسية والأمنية والمعتقلين في مشاورات الكويت.
لمزيد من تسليط الضوء ينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي فيصل المجيدي. أستاذ فيصل، ما الذي حملته جلسات اليوم وكذا المؤتمر الصحفي الخاص بولد الشيخ من تطورات؟ نعم، الواقع أن جلسات اليوم التي بدأت كانت واضحة وفقا للرؤية التي قدمتها الأمم المتحدة والمنبثقة من القرار 2216، وهذه الرؤية تضمنت تقسيمات ل نعم أستاذ فيصل، تقسيمات محددة للجان على المستوى التزمين الواضح للأمم المتحدة من خلال إقرارها للجان الجوانب الأمنية والجوانب استعادة الدولة والعملية السياسية وجانب ترتيبات الانسحاب من قبل الحوثيين. وبالتالي هذه اللجان بدأت بالاجتماع كالعادة، الحوثيين يتقدمون بمقترحات ثم يسحبونها. اليوم في لجنة الترتيبات الأمنية وكذلك الجوانب السياسية بدأوا أيضا بوضع العصا في الدولاب، ومن ثم عمل عوائق مختلفة من خلالها رفضوا البدء بمناقشة سوى كما يقولون وقف إطلاق النار، وكذلك يقومون بتبادل أدوار مع وفد صالح الذين يطالبون بالعملية السياسية. الواضح أنهم بدأوا يشعرون بقلق كبير، خصوصا وقد أبدى وفد الحكومة مرونة كبيرة في ظل استمرار ما تتعرض له مدينة تعز من انتهاكات، حيث قتل ما يقارب حتى هذه اللحظة واستشهد 18 شهيد. أستاذ فيصل، ما هي أبرز النقاط التي يحتدم حولها الخلاف بين الوفدين؟ الهوة واسعة والشقة بعيدة بين الطرفين، حيث أن وفد الشرعية يتحدث فقط عن البدء بإجراءات بناء الثقة وتحديدا الانسحاب، ثم يريدون بالنقاش الترتيبات المتعلقة بالجانب الأمني من خلال فرض هيبة الدولة واستعادة المؤسسات والسلاح، سحب السلاح واستعادته من قبل الدولة، ثم بعد ذلك يتم الحديث بالتزامن مع ذلك من انسحاب من المدن وملء الفراغ يعني بشكل واضح. بعد ذلك يمكن الحديث عن الجانب السياسي، وهذا الجانب مرتبط بما سبق وأنا قررته المفاوضات، ودعني أقول لك مخرجات الحوار ومسودة الدستور، ثم بعد ذلك إصدار القرارات والقوانين المتعلقة بإجراء انتخابات وإنهاء العملية أو الفترة الانتقالية، بمعنى أن هذه العملية بكاملها ترفض الشرط الذي كان يبديه الحوثيين. نعم. تشكيل طيب. حكومة وطنية، في حين أن الحوثيين يرون طبعا استئناف تشكيل حكومة وحدة وطنية وقسم الشرطة، ثم يضيعون من خلال ذلك مسألة السلاح والانسحاب. طيب أستاذ فيصل، في يعني بخصوص النقطة الخاصة بتحييد الوضع الميداني كما فهم من ولد الشيخ عن المشاورات، كيف يمكن فهمها بالنظر إلى وجود لجنة التهدئة والتواصل؟ يعني بمعنى ما فائدة هذه اللجنة إذا حيد الوضع الميداني عن المشاورات السياسية؟ بالفعل كان طرح ولد الشيخ في هذه النقطة محل تساؤل واستغراب من السياسيين، إذ المعلوم أن من مهام الأمم المتحدة في الأساس أولا إرساء السلام وإيقاف الحرب وتماما وإيقاف الاعتداءات، خصوصا وأن مهامها الإنسانية تفرض عليها حماية المدنيين، ولكن مع ذلك من خلال الرؤية العامة يبدو أنها بالفعل ربما سيتم تجاوز هذا المحور والبدء بتثبيت وقف إطلاق النار تماما. ووقف إطلاق النار المقصود به ليس كما يفهمه الحسين إيقاف الطيران وحتى التحريق، ولكن إيقاف الهجمات على المدنيين وليس غير ذلك. المحلل السياسي فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس عبد الرب منصور هادي إن مسارات السلام ومحدداته واضحة ولا تحتاج مماطلة أو تسويفا إذا ما أرادت الميليشيا أن تجنح للسلم من خلال خريطة طريق واضحة ترتكز على تنفيذ القرار الأممي 2216. جاء ذلك لدى استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في الرياض، وأطلع الزياني الرئيس هادي على الجهود التي تقوم بها دول المجلس لدعم مسار السلام في اليمن وفق الآليات والمرجعيات المحددة ونتائج لقاءاته مع كل الأطراف خلال زيارته للكويت. قال الناطق باسم المجلس العسكري في تعز العقيد منصور الحساني إن المدينة تعرضت لقصف هو الأعنف بالأسلحة الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا. أضاف الحساني في بيان صحفي أن الميليشيا لا تؤمن بالسلام ولا تعترف بالحوار وتواصل مسيرة القتل والدمار بالرغم من تواصل المشاورات السياسية في الكويت.
وفي السياق ذاته، شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع هجوما عنيفا على مقر لواء 35 مدرع غرب مدينة تعز. وقال مراسل بلقيس إن راجمة صواريخ متمركزة بمنطقة الصهيب بشارع الستين والدبابة متمركزة في وادي حنش تقصفان مقر اللواء والأحياء السكنية غرب المدينة. أضاف المراسل أن الميليشيا واصلت قصفها المدفعية العنيفة على الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة. بمجهود شخصي يساهم أحد المواطنين بتعز في إطعام بعض المحتاجين في المدينة في إطار مشروع تقديم الغذاء لرجال المقاومة. وزادت الحرب من نسبة الفقراء في تعز، كما عطلت مئات الأنشطة الاقتصادية التي تعول آلاف المواطنين في المدينة. يبحث بنظرة فاحصة عما يمكن أكله بين مهملات مدينة حصرتها الحرب والجوع. هو ليس وحيدا في ذلك، فهناك الكثير ممن أصبحوا يشبهونه في هذه المدينة. كل يوم تقريبا يجتمع في هذا المكان العديد منهم للحصول على طعام يكفي لسد جوعهم. وجبة واحدة فقط تبعدهم خطوات عن مظاهر المجاعة وشبحها، يتناولونها هنا ويكتفون بها لبقية ساعات اليوم. يبدو الانتظار شاقا ومرهقا، تطول فتراته، أو ربما من شدة الجوع يشعرون بذلك فيباغتونه بالحديث فيما بينهم. وحين تأتيهم سيارة مشروع الإفطار اليومي بطعام مخصص لأفراد المقاومة، أولئك المقاتلين في الأرض ينضمون إليهم. فالجوع في هذه المدينة مقاومة أيضا، طابور طويل يتكرر هنا بشكل يومي يتقدمه الأطفال في كثير من الأحيان. أما الوجبة التي ينتظرونها فهي ما تيسر من أطعمة تقدم هنا منذ 8 أشهر. هنا مشهد مختصر لما تعاني منه مدينة تعز، فعلى وجوه بعض أبنائها ترتسم الحياة المتعبة بكل تفاصيلها. تحكي الصور المتتابعة من المدينة كيف يكون الشارع مكانا لاجتثاث الجوع حين تكون منافذ الحياة جميعها مغلقة. يبرز ملف جرح المقاومة بمدينة تعز من جديد نتيجة إهمالهم من قبل الحكومة والمسؤولين. ونظم الجرحى فعاليات احتجاجية عدة ومظاهرات تطالب الحكومة بتقديم المساعدات الطبية وإرسال الحالات الطارئة للعلاج خارج اليمن. لا فرق بين الموت السريري وتوقف النبض عن الحياة، فكلا الخيارين مر. جرح الحرب الفئة التي تقف على مسافة قصيرة بين النهاية وانتظار البقاء، تعيش فصولا من المعاناة لا تنتهي. البعض ينتظرون الموت بفارغ الصبر، وآخرون في انتظار المنقذ الذي لم يأتي. هي الحرب حين تدور تتقطع السبل بأول المتضررين منها، بعد أن فقدوا إمكانية العلاج في مستشفيات مدنهم التي نالت نصيبها من قذائف هجمات الميليشيا. لا دواء ولا مستلزمات، فيما أعداد الجرحى تفوق طاقة ما تبقى من المستشفيات العاملة والكوادر الطبية. حالة الاستياء في أوساط الجرحى ليست جديدة، رغم ذلك لم تقدم الحكومة أي حلول، فارتفعت أصوات الاستغاثة أكثر. ورغم التحركات التي تقودها بعض الدول للمساعدة في علاج ضحايا الحرب الجارية، فإن المنظمات المحلية ترى في الأمر ما يثير القلق من الأوضاع الصحية للمئات منهم. فبعض الدول لا يمكنها إجراء العملية الجراحية ما لم تدفع السفارة اليمنية مستحقاتها السابقة. أكثر من 23,000 جريح بحسب إحصائيات حكومية حتى الآن، جميعهم خضعوا لعمليات جراحية في الداخل، فيما 3,800 جريح يتلقون العلاج في الخارج. وزير الصحة ناصر بعوم أكد في تقرير ناقشه مجلس الوزراء أن ما يزيد عن 4,000 جريح في الداخل بحاجة للعلاج في الخارج، وقد أقرت اللجنة الطبية خطورة إصابة أكثر من 600 جريح بحاجة لتدخل عاجل ونقلهم للعلاج خارج اليمن. رغم كل هذا لم يحدث أي إسعاف لملف هؤلاء، حيث تستمر فصول المعاناة باستمرار حالة التجاهل وبقاء ملفهم رهن مسار التفاوض الدبلوماسي بين الأطراف. فلا أحد يعرف من المستفيد من بقاء الجراح مفتوحة وعلى هامش الاهتمام الرسمي. علاوة على كونه واجبا تفرضه تضحيات المقاومة، فإن الاهتمام بأوضاع الجرحى والتكفل بعلاجهم
يوفر ضمانة لنزع فتيل توترات سياسية واجتماعية تبدو اليمن في غنى عنها. لمزيد من تسليط الضوء حول مستجدات الأوضاع من تعز ينضم إلينا من هناك مراسلنا فواز الحمادي. فواز، يعني بالنسبة للهجوم على مقر اللواء 35 مدرع، هل أعطيتنا تفاصيل أكثر حول مستجدات ما يحدث هناك؟ نعم، تعرض ويتعرض مقر اللواء 35 مدرع غرب مدينة تعز لهجوم وقصف عنيف ومكثف جدا تشنه الميليشيات الانقلابية في محاولة للسيطرة على هذا المعسكر المهم والاستراتيجي. تعرض مقر اللواء 35 مدرع لمحاولات كثيرة ومتعددة من الهجوم العنيف من قبل الميليشيات، لكن لم تنجح الميليشيات حتى الآن في إحراج. ما هي ردة فعل قوات المتمركزة في اللواء فواز؟ نعم، قوات اللواء 35 مدرع والمقاومة الشعبية المتواجدة داخل المعسكر ترد وبكل ما تمتلك من الأسلحة على محاولات الميليشيات السيطرة على المعسكر، حيث تترد بكل ما تمتلك من أسلحة الميليشيات من تبت غراب والضارين وجبل هان وشارع الخمسين، وأيضا من عدد المواقع من شارع الثلاثين ومن منطقة الربيعي تقصف معسكر اللواء 35 مدرع بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. أيضا محيط معسكر اللواء 35 مدرع والأحياء السكنية المجاورة لمعسكر اللواء 35 تتعرض هي الأخرى لقصف عنيف وعشوائي من قبل الميليشيات الانقلابية، لكن الأبرز هو أن الميليشيات مع كل هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن في إحراز أي تقدم والسيطرة على أي من مواقع قوات اللواء 35 مدرع والجيش الوطني والمقاومة الشعبية فيما يخص هذا، فيما يخص اللواء 35 مدرع. نعم، طيب إذا ما تحدثنا نعم تفضل فواز، حدثنا أكثر عن المصراخ والوازعية بشكل عام، الأحداث هناك ماذا عنها؟ بالنسبة لجبهة القروض تشهد اشتباكات عنيفة جدا بعد أن دفعت الميليشيات بتعزيزات عسكرية كبيرة لمحاولة اقتحام المنطقة والسيطرة عليها. الميليشيات حتى الآن ما تزال تتمركز في مناطق تقع في إطار مديرية دمنة خدير، والجيش الوطني يسيطر على كامل عزلة الأقروض ويمنع كل محاولات الميليشيات الانقلابية من التقدم والسيطرة على أي من مواقعه. تشهد المنطقة قصف عنيف يطال عدد من قرى عزلة الأقروض من قبل الميليشيات بقذائف الكاتيوشا ومدافع الهاون وغيرها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. أيضا مدينة تعز عاشت ليلة عصيبة جدا بعد قصف كان هو الأعنف للميليشيات على عدد من الأحياء السكنية، رغم ما يقال وما يسمى بالهدنة المزعومة، لكن المدينة تعرضت لكم هائل من قذائف المدفعية. نعم، والصواريخ وبشكل عشوائي. مراسلنا فواز الحمادي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. قال مدير أمن محافظة أبيان العميد ناصر علي هادي إن وساطة قبلية نجحت في إقناع عناصر تنظيم القاعدة بالانسحاب من المحافظة ابتداء من اليوم الخميس. أوضح العميد هادي في تصريح لقناة بلقيس أن وساطة قادتها شخصيات اجتماعية نجحت في إقناع التنظيم بالانسحاب من زنجبار وجعار. ولفت العميد إلى أن عملية الاستلام والتسليم ستتم اليوم الخميس، وأشار مدير أمن أبيان إلى أن الاتفاق نص على أن تقوم عناصر التنظيم بإخلاء جميع المؤسسات الحكومية. أتأكد يعني من المستشفيات. وفي سياق متصل، قالت لجنة الوساطة الأهلية إنها تمكنت من إقناع تنظيم القاعدة في محافظة أبيان بالخروج من العاصمة زنجبار ومديرية خنفر خلال أسبوع وتسليمها لقوات الجيش. وذكر رئيس اللجنة الأهلية شايع الداحوري لقناة بلقيس أن الاتفاق شمل بقاء أبناء المحافظة المناصرين للتنظيم في منازلهم ونزع شبكة الألغام من الطريق الساحلي ثم الرحيل النهائي. اليوم الاجتماع يعني بين أنصار الشريعة وبين اللجان الأهلية والمجموعة يعني اللجان الأهلية، وتم الاتفاق والخروج على أن يكون تم يعني تم الاتفاق على الخروج من زنجبار وجعار على أن تسلم في بالنسبه لخنفر للمجالس للجنه الاهليه من خمسه انظار. اما بالنسبه لزنجبار تسلم للمدير الامن مع مدير عام المديريه مع ثلاثه انظار من الاهالي
وها في خلال أسبوع، يعني الفترة خلال أسبوع اللي طلبوها على سنة خروج الألغام، يعني نزع الألغام الموجودة وتسليم المرافق على مرفق على مرفق مرفق، يعني حتى تستكمل الأسبوع بعدها ثم يتم الخروج. بالنسبة للأب لبعض الشروط اللي طرحوها مثلا من أبناء زنجبار اللي هم كانوا مناصرين لأنصار الشريعة، تم يعني سيتم نقل هذه، يعني انه يتم على سبيل يتم بقائهم تأمينهم، هذا استعرض على السلطة حتى ان تحل قضيتهم. وتشهد محافظة أبين للمرة الأولى اتفاقا بين زعماء قبليين وعناصر القاعدة يقضي بمغادرة عناصر التنظيم مدينتي جعار وزنجبار، لكنه لم يحدد وجهة العناصر. التفاصيل في التقرير التالي. غابت المواجهة المسلحة وحضر الاتفاق، هكذا جاءت الأخبار القادمة من محافظة أبين. تقول المصادر أن لجنة وساطة من زعماء قبليين في المحافظة قادوا ورعوا الاتفاق الذي يقضي بانسحاب عناصر تنظيم القاعدة من مدينتي جعارة وزنجبار خلال فترة أقصاها أسبوع، ويجري تسليمها إلى مدراء الأمن في المدينتين بمعية شخصيات اجتماعية أخرى، كما يسمح الاتفاق لقوات الجيش بدخول المدينتين وبسط الأمن فيهما وتسلم السلطات المحلية مهامها. للمرة الأولى تشهد محافظة أبين اتفاقا من هذا النوع يسهم في مغادرة عناصر التنظيم المدينة بطريقة سلمية، وللمرة الأولى أيضا يدخل حيز التنفيذ، فالمصادر ذاتها أكدت أن عناصر التنظيم بدأت بالانسحاب من بعض المرافق الحكومية وسلمت مقر السلطة المحلية التي سيطرت عليها منذ أكتوبر العام الماضي، بينما ينص الاتفاق أيضاً على التزام السلطات بعدم ملاحقة عناصر التنظيم من أبناء مناطق المحافظة الذين يفضلون البقاء على أن يمارسوا دورهم ضمن المحيط الاجتماعي ووفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. حدد الاتفاق مدن المغادرة لكنه لم يذكر الجهة التي ستتجه إليها العناصر، ليبدو الاتفاق ناقصاً يكتنفه الكثير من الغموض. وأن تبقى 9 مديريات من أصل 11 مديرية هي قوام محافظة أبين خارج سلطة الدولة، فالأمر يستدعي الغرابة والتحذير لا التساؤل فقط. نزف بشرى لأبناء وأهالي محافظة أبين، بشرى سارة، وبهذه المناسبة هذه البشرى تتمثل في اتفاق اللجنة الأهلية التي شكلت من قبل. ومهما جرى الحديث عن نجاح لجنة الوساطة التي قد تكون جنبت جعارة وزنجبار مآلة معركة مؤجلة، خصوصا بعد أن تحدثت مصادر عسكرية على أن حملة جديدة كان يجري الإعداد لها لخوض جولة من القتال ضد عناصر التنظيم الإرهابي الذي حول هذه المدينتين إلى مستودع خاص به، إلا أنه ترك خطر هذه العناصر مفتوحاً ويتهدد مناطق داخل أبين وخارجها. قالت مصادر محلية إن جندياً قتل وأصيب آخر برصاص مسلحين مجهولين في مدينة عدن. ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها إن مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار على جنديين بالقرب من مستشفى الصداقة في مديرية الشيخ عثمان، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر، ولاذ المسلحون بالفرار. شهدت عدن عمليات مماثلة استهدفت قيادات أمنية وسياسية وعسكرية منذ تحريرها من الميليشيا في يوليو من العام الماضي. النشرة مستمرة من قناة بلقيس، وفيها بعد الفاصل: استئناف الرحلات الجوية إلى مطار عدن الدولي، فسح المجال للمنظمات الإنسانية بالتحرك. المبعوث الأممي يقول إن وقف الأعمال القتالية سمح بإيصال المساعدات 9 ملايين يمني. انطلاق جلسات اللجان الثلاث المشكلة لوفدي الحكومة والميليشيا في مشاورات الكويت. استمرار الخروقات في تعز، والميليشيا تقصف بصواريخ مواقع الجيش والمقاومة. أهلا بكم من جديد. أفرجت ميليشيا الحوثي عن موظفين تابعين للأمم المتحدة بعد ساعات من اختطافهم واحتجازهم في سجن تابع لهم في محافظة إب. قال مصدر أمني إن الميليشيا اختطفت 11 موظفا بينهم 5 أجانب يعملون لصالح منظمتي اليونيسف والغذاء العالمي التابعتين للأمم المتحدة.
أضاف أن الموظفين كانوا في مهمة عمل بمنطقة الحدبة، إلا أن عناصر الميليشيا استوقفوهم واقتادوهم إلى الاستاد الرياضي الذي تم تحويله إلى سجن خاص. ذكرت مصادر ملاحية إن أول طائرة مدنية وصلت اليوم مطار عدن الدولي بعد توقف دام لأشهر منذ تحرير المدينة. وقالت المصادر إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية هبطت في المطار الذي دمر خلال اجتياح الميليشيا المدينة العام الماضي. وكانت وزارة النقل قد أعلنت في وقت سابق استئناف الرحلات المدنية لمطار عدن الدولي. أقامت منظمة رعاية الأطفال ومؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية في الحديدة حملة توعية ودعم نفسي للأطفال. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات تقيمها منظمات المجتمع المدني في المدينة للتخفيف من الأثر النفسي التي يتعرض لها الأطفال جراء الحرب. واستطاعت السعادة التسلل لقلوبهم بفضل فعالية كهذه نظمتها منظمة مجتمع مدني في الحديدة. الرقص والرسم والتمثيل هوايات لم يعد بإمكان أطفال اليمن ممارستها سوى في مثل هذه المساحات الصغيرة التي يهدف منظموها إلى توعية الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم، خصوصاً في ظل ما يعيشونه من حرب لم تستثني أحد. أشياء غريبة أو حاجات ما أنتش عارف إيش هي، قد تكون متفجرة قد تكون خطيرة، انتبه تمسكها. لما الصراع ولأي طرف ينتمي، أمور لا يعرفها الطفل فهو لا يدرك سوى الألم الذي يناله جراء هذا الصراع. الأطفال هم أغلب المجندين وأكثر الضحايا، وبحسب أخصائيين معاناة الأطفال من الحروب لا تتوقف بتوقف المدافع، بل تصاحبهم إلى مراحل متقدمة من أعمارهم. فمن نجا من المعارك والجوع والأمراض المتفشية اليوم ستتبعه إما علامة لا تمحى من لغم أو آثار نفسية لا حصر لها. بهذا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الأعمال القتالية فسح المجال للمنظمات الإنسانية بالتحرك. المبعوث الأممي يقول إن وقف الأعمال القتالية سمح بإيصال المساعدات لتسعة ملايين يمني. انطلاق جلسات اللجان الثلاث المشكلة لوفدي الحكومة والميليشيا في مشاورات الكويت. استمرار الخروقات في تعز والميليشيا تقصف بصواريخ مواقع الجيش والمقاومة. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.